Lebanon. معقول إلي الشرف إنك بمكتبة ناقش فكر وأدب؟ غلطة الحكمة من 20 سنة ممكن يصلحوها حكمة تانيين، المهم ترجعي توقفي تمشي اصطناعي مش اصطناعي. وهدفي بهالحياة إني أنجح بعد كل دور بأديه، ما هدفي لا أكون أفضل ممثلة ولا أكون الأولى. وأنا بعرف كيف روقك كتير منيح حياتي. أكو كل لصحيت ولا عرفت الهوم، لا بكيت ولا ضحكت بيوم، ولا أوهامي حلو. اكتشفت إنه أهم عنصر للنجاح هو تقدير النفس. ومنقول ضاع الحب وخلص، تاني اكتمل مندور عالنقص، عحب عابر ونتصيد فرص ونشت. الله يرحم. أنا ما عاد فيي مسج.